بخصوص الحوار الوطني، الرئيس قال انه الحوار الوطني هو حاله بدات في ابريل من عام 2022 وتم تقديم مخرجات عباره عن 90 توصيه ومقترح، والدوله بتحتاج لاستمرار حاله الحوار والنقاش بكل سعه صدر. احنا كنا اطلقنا النداء ده او الفكره ديت او الحاله دي، حاله الحوار الوطني، في ابريل 22 زي ما ذكرت كده. والنهارده اسمحوا لي اقول لكم ان الدكتور ضياء اداني مخرجات بتوصيات ومقترحات تتعدى 90 توصية ومقترح. وأنا بقول للدكتور ضياء وبقول لينا كلنا، إحنا محتاجين، أولا أنا بشكركم على اللي تم لغاية دلوقتي، لكن إحنا محتاجين إن حالة الحوار والنقاش والتواصل فيما بيننا تستمر. في كل الموضوعات اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها ونتناولها بكل سعة صدر. احنا لما بدانا الفكره، اتفضل دكتور ضياء اتفضل، لما بدانا الفكره ديت يعني كنا في الاول بنجد شكل من اشكال يعني لسه بدايه الموضوع، يعني فكان في اخذ يعني كان في شكل من اشكال. لكن بعد كده في متابعتي للحوار خلال الشهور والسنتين اللي فاتوا بصراحه لقيت ان احنا بقينا عندنا فرصة أكبر، وبنتكلم بشكل وبنتواصل بشكل أفضل، وبنقدر نستوعب بعضنا البعض، لأن بقت حالة. وأنا عشان كده بقول إن إحنا يعني خسارة كبيرة إن إحنا ما نستمرش على النتائج الرائعة اللي تحققت ونبني عليها أكتر ونتكلم في كل شيء. وأنا عايز أقول لكم دايماً لما بنتواصل وبنتحدث مش شرط ابدا ان احنا نتفق، يعني مش لازم نتفق، بس احنا ممكن نختلف وارائنا تبقى مختلفه ووجهات نظرنا مختلفه ويتبقى التطبيق العملي. وهنا يعني عايز اقول ان المسؤولين مهم جدا جدا ان هم يعرضوا، لان هم عندهم بيانات وعندهم حقائق قد لا تكون متوفره يعني اثناء النقاش مع كل اللي بيقوموا بالحوار دوت. فده مهم ايضا ان احنا نستمر في الحوار. ويمكن الموضوع المهم قوي اللي احنا محتاجين نتكلم فيه، احنا اتكلمنا في 7 محاور، لكن انا عايز اقول احنا طرحنا واتكلمنا في خلال السنتين في موضوعات كثيره، منها الاقتصادي ومنها المجتمعي ومنها حتى قلنا يعني الانساني والثقافي والديني يمكن. لكن في المرحله اللي احنا فيها دي في تحديات كتير بانت خلال على الأقل 6 شهور اللي فاتوا، يعني لسه كنا وإحنا في مرحلة فيها تطور كبير جدا يمكن تمس منطقتنا. ففي المرحلة دي اللي هي بتمس منطقتنا إحنا محتاجين إن إحنا نتكلم مع بعض أكتر، لأن إحنا ممكن نجابه أي تحدي خارجي ونتعامل معاه ونقدر يعني نتجاوز مخاطره، بأن هنا يبقى الكتلة مصر، الرأي العام، الناس، المواطن البسيط زي المواطن يعني كل الناس، كل شرائح المجتمع، أن هي تبقى فاهمة أن في المرحلة اللي احنا موجودين فيها ديت مش عشان الاقتصاد بس، لا، لأن احنا بنمر بمرحلة يعني فيها تطور كبير جدا في الدنيا اللي احنا بنعيشها، في منطقتنا وفي الإقليم وفي العالم، وأكيد هيبقى ليها تأثير. كل ما نكون احنا يعني الكتلة صلبة وصامدة ودعمة لينا، هنقدر نجابه أي تحدي أو أي مخاطر ممكن تكون يعني مش عايز ازود كتير في النقطه ديت واسيب لكم انتوا الكلام فيها يعني، لكن عايز اقول احنا بقالنا 6 شهور، في 6 شهور من 7 اكتوبر للنهارده، في 6 شهور، واتصور ان خلال 6 شهور دول في كثير من الامور يعني اتضحت لينا كلنا.